يعملون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم يا آباء الشهداء، السلام عليكم يا أهالي عالي الأوفياء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نقف خجلا أمام وفائكم ومواساتكم لنا، ونعجز عن تقديركم وشكركم، ولكننا مثلنا كمثل باقي عوائل المعتقلين نرفع أيدينا بالدعاء. ربنا لا نسألك رد القضاء، ولكننا نسألك اللطف فيه. تم الحكم على أخي محمد بالسجن المؤبد وسحب الجنسية بتهم كيدية طالته كما طالت باقي شباب قريتنا، وإننا لعلى ثقة بالله بأن هذه الأحكام هي مجرد حبر على ورق، وأن هؤلاء الشباب لهم قربان لحريتنا وكرامتنا، ونظام همجي تجرأ بالاعتداء على مقام سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم بإسقاط جنسيته. فمن نكون نحن والأحكام التي تطالنا أمام هذا الاعتداء على سماحة الشيخ؟ وإن الانتماء لهذا الوطن لا يقاس بهذه الوثيقة، وكلنا نعلم من هو متأصل الجذور في هذه الأرض، وهو قادم من الزبارة للاحتلال ونشر الفساد. فإن نزعت هذه الوثيقة فلن ينزع من قلوبنا حب هذه الأرض وفداءنا لها. وفي الختام نسأل الله الفرج والخلاص لجميع الأسرى والأسيرات، وما النصر إلا من عند الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.